الكهف والقرآن المجيد، بل أجب وانجعهم منذر منه. فقال الكافرون هذا شح عجيب، أيذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قال عنا لم تكن سلعة منكم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهو في أمر معيش، أفلم زوره إلا سمعي فوقهم كيف بينهم وزينها ومن لها من فروج، والأرض بنانا حواركينا فيها وسيع بطنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء من مباركات فعبدنا به جنة وحب الحسيد نحل البسكة بلح التعلم مديد رزقا للعبد وحين به بلدة ميتها كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأشب رسيب التموت ود وفرعون وإخوان لوط وأشب العكية وقوم تبع كل كذب رسول فك وعيد أفعينا بالحلق الأول بل هم في لبس الحلق الجديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توريس به نفسه ونحن أقرب عليه من هلب الوعيد إذ يتلقى ما تلقيني أن اليوم أن الشمال الكيد وأن ينفذ من كول إلا لديه رقيب نتيد وجسقت الموت بالحق ذلك ما كنت منهم تهيد ونفيح في السر ذلك اليوم الوحيد وجرى كل نفس مع السعيد والشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك عدتك فبصرك يوم حديد وكلك عينه هز بلديها هديد ألكي جهنم كل كفار نديد من عين لحير مرتد مغيب الذي جعل مع الله اللحن حال فركيه في العذب الشديد كلك عينه ربنا ما اعطينا طوه ولكن كدنا في دلل بعيد كان اختسم لديها وقد كدمت عليكم بالوعيد ويتبدل الكون لديها وما أن بزل من الأبيد يوم نقل لجهنم حلمتني وتقل حلما مزيد وزفت الجنة للمنتك حيرها البعيد هذا ما تعدون الكل الأوى بالحفيظ ما كشي رحمنا بالعيب وجع بل كبير بالمنيب أسكلها بسلة من ذلك يوم الخلود هم من يشغون فيها ولدينا المزيد وكم حلقنا قبلهم من كعنهم اشهدوا منهم بطشا فناقبوا بالقلب الذي هل من محيص إن في ذلك الذكرى لمن كان له كلب هو عرك السمع وهو الشديد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من نعوم فاسبع الله ما يقولنا واستبع برمد ربك قبل طلع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأبتع السجود وأستبع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون سي حتى بالحاكي ذلك يوم الخروج إن نحن نحيي ونمت علينا المسيح يوم تشقق الأرض عنهم سيان ذلك أشخ علينا يسير نحن أعلم بما يقولنا وما أنت عليهم بجبر فزكع بالقرآن ويخف وعيد وزرية زهوى فالحملة وكرى فالجرية يسرى فالمكسمة أمرى إنما تعدنا للصديق وإن الدن لوقي والسم غزة الأبوك إنكم لفي كول مختلف يفك عنهم من فيك قتل الحرسون الذين هم في رمرة سحون يسألون علينا عينا يوم الدين يوم هم على النعي يفتنون ذكوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستجلون إن المنتكين في جنة وأيون يهزنا ما أتهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا كللا من الليل ما يرجعون بالآشعي هم يستغفرون وما في أمالهم حق لسلم والمحروم وفي الأعداء أية وزرية الدعوة فالهملة وكرى فالجرية يسرى فالمكسمة أمرى إنما تعدنا لصديق وإن الدين لوكي والسمع دزد تلسوب أبوك إنكم لفي قول مختلف يخفق عنه من أفك قتل حرسون الذين هم في رحمة سحون يسألون أين يوم الدين يوم هو العلم يفتنون ذكوا فتنتكم عز الذي كنتم به تستجلون إن المنتكين في جنة مأويون عزنا من أتهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك المحسنين كانوا قليلا من الليل ما يرجعون وبشاعيهم
وهم يستغفرون، وفي أموالهم حق لسلي والمحروم، وفي الأرض آية للمقيمين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزق وما توعدون، فهو رب السماء والأرض إنهم لحق مثل ما أنكم تنطقون. هل تحدث طيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلما كلا سلم كوم مقام، فراح إلى أهله فجاء بإجل سمين فركبه عليهم كلا على تكل، فوجا منكم حفة كلوا لتحاف وبشعره يغل من عليم، فأقبلت أمعتوه في ساعة فسكت وجهها وكل أجوز حكيم، كل كذلك كل ربك إنه هو الحكيم العليم، كل فما حدكم أيها المحسنون، كل إن أرسلنا إلا قوم مجرم لنرسل عليهم جعة من تن مسومات عند ربك للمشرفين، فرشنا من كنا فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب العليم، في موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، فطول بركنه وقل سعيه أو مجنون، فعزناه وجنوده فبدناه في اليوم وهو مليم، وفي أدن عز أرسلنا عليهم ريحا حكيم، ما تزرع من شيء حدت عليه إلا جعلته كالعالمي، وفي تمد وكلا لهم تمت حتى هن، فعدته عن أمر ربهم فكذبتهم وصعيكته وهم ينزوغن، فما يستطعوا من كيمين ومن كنم تسير، وكوما نحين من قبل إنهم كانوا كوما فسيك، وسمع بيننا بيدين والإن لموسير، والأرض فعشنا فنعم المحيط، وإن كل شيء هلكنا زوجين لعلكم تذكرون، فافروا إلا الله إن لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلا حنهار إن لكم منه نذير مبين، كذلك ما حتى الذين من قبلهم من رسول إلا كل سحيل أو مجنون وتواصوا به بل هم قوم تعون، فتولوا وأنتم فما أنت بمعلوم، والذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين، وكذلت جن والإنس إلا ليعبدون، مرد منهم من رزق ومرد أن يتم، إن الله هو زك ذو القوة المتين، فإن الذين زلموا ذنبا مثل ذنوب أشبيهم فليستجلون، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يعدون. بسم الله الرحمن الرحيم، والتري وكتاب مستور ورق منشور والبلت المهور وسقف مخفو والبحر المشهور، عند ضرب ربك اللوكي من له من دفي، يوم تمر السماء مغوى وتسير الجبال سيرا، فيول يومئذ للمكذبين الذين هم في حوض يغلبون، يوم يدعون إلى نار جهنم الدعاء، هذه النعوه التي كنتم بها تكذبون، أفسير هزام أنتم لتبصرون، أسلوها فاصبروا أو لا تصبروا سوحا عليكم إنما تجون ما كنتم تعلمون، إن المتقين في جنة والنعيم فكحين بها أتهم ربهم وكحم ربهم عذاب الجحيم، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين، والذين أمنوا وتبعتهم ذريتهم بإيمان خلقنا بهم ذريتهم وما أعلتناهم من أعمالهم من شيء كل أمر بما كذب رهين، وأددناهم بكفاكيحة واللحم مما يشتهون، يتنزعون فيها كزا والنعون فيها ولا تحتم، ويفتف عليهم غلما لهم كنهم لولهم مكنون، وأقبل بعضهم على بعض يتسعلون، قالوا إنك نقبل في أهلنا مشفيك، كم فأمن الله علينا وأركنا عذاب السموم، إن كنا من قبل ندعوه وإنه هو البر الرحيم، فازدحي فما أنت بنعمة ربك بكحين ولا مجنون، أم يقولون شيء نتعبس به عيب المنون، قل تعبسوا فعندي معكم من المتعبيس
أم تأمرهم أرحامهم بعزهم هم قوم تعون أم يقولون تواقعوا بل يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل هم يوقنون أم عندهم حذرين ربك أم هم المستكبرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعوهم بسلطان مبين أم له البنة ولكم البنون أم تسألوهم أجرا فهم من معام مثقال أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يعدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله أم يشركون وأن يروا كسفا من السماء سكحا يقول سحب محكم فزعهم حتى يلقوا يعموهم الذي فيه يسكن يوم لا يغني عنكم كيدهم شيئا ولا هم ينصفون وأن الذين ظلموا عذبا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون وأصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك إن تكن ومن الليل فسبحه وإبتغى النجوم. بسم الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ودل صاحبكم وما هوى وما ينطق عن الهوى إن هوى إلا وحي يوحى علمه الشديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم الدنا فتدل فكن كبك سوء أو أدن فهو على أبده ما أوه وكذب فعدوا مع أفتم عونه علم يعح ولقد عاه نزلة نخ عند سرة سدرة المنتهى عندها جنة المعو غيث يحشى سدرة ما يحش وزع البصر ومتعه لقد رأى من آية ربه الكبر أفرأيتم اللات والأس ومنة الحتلة الأخر الكم رزحر والله العنت تلك عزا قسمة الدس إذ هني إلا سأسمعون سما يتمها عنتم وضعوكم أنزل عله بها من سلطان يتبعون إلا زنا وما تخوى الأنفس ولك جعاكم بهم الهوت الإنسان ما تعمل لفي الله الأخيرة والروم وكم من ملك في سماواته والتغني سفحتهم شيئا إلا من بعد أن يعزن الله لمن يشعهم ويعد إن الذين لا يؤمنون بالحيلة يعصمنا والملكة تسمية الهونت وما لهم به من علم يتبعون إلا زنا وإن زنا ليغني من الحق شيئا فعيدا من تورى ذكرنا ولم يعد إلا الحية الدنيا ذلك ما مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بما ادلى عن سبلي وهو أعلم بما اهتدى ولله ما في السماوات ما في الأرض لجزي الذين أسوا بما عملوا وجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون دون كبير الرتم وفواحش إلا لما معن ربك وسيغ المغفرة وأعلم بكم ينشعكم من الأرض وغزنتم جنة في البطن ومهاتكم فلا تزقوا أنفسكم هو أعلم بمن يتق أفعيت الذي تولى وأتك دلا وأكت وعنده علم غيبي فهو يعه أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وحف ألا تزر وزرة وزر أخر وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سيه سوف يور ثم جزاه الجوزى عوف وأن لربك المنتح وأنه هو أدرك وأبك وأنه هو أمت وأح وأنه خلق زوجني الزكارة والغنت من نفتة عزتم وأن عليه النشة الأخرى وأنه هو أغنى وأكنى وأنه هو رب الأشيح أنه ألك عدا قل وتمد فم أبك وقوم نوح من قبل إنهم كانوا مظلم وأطر والمتحفي كتعر فعش معش فبأي عليك بك التمع فأزل نزيه من النزور الأول أزفة العزيفة ليس لها من دون الله كشفة فمن هزا الحديث تجربون وتحاكنا لتبكن وأنتم سميد فاجدوا لله وأعبد. أيوة.
بون محمد سي بيان. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة ونشكرك معه وأنيا ويت يعد ويكل السير المستميع وكذبوا واتبعوا وهم كل أمر مستكير ولقد جاءهم من العنبه من فيه مزدجع حكمة بليغة فما تغني عن نزور فطور عنهم يوم يعدو الدعي لشيء النكور كشوعا نبصروهم يرجون من عجدتي أكنهم جاغد مستشير محتهين إلا الدعي كل الكافرون هز يوم نسير كذبت كبل هم كوم النهين فكذبوا أبننا وكل مجنون وأسجوع فدا ربه وني معلوم فتنسيه فتنها أبواب السماع بمعين محامي فجان أعداء أجنا فالتقى المعروف على أمر كدكودير عملنا ثوع التي ستر الوهين والدسور تجري بعيوننا جزا لمن كن كفير ولك تركناها أي فهار المدكير فكيف كنا زبي والنزور ولك تصلنا القرآن للذكر فهل من مدكير وكذبت الدن كيف كنا عزب النزور إن أرسلنا عليهم ريحا صرصارا في يوم نحس مستمير تنزي النساء كأنهم أجاج النحل المكعير فكيف كنا عزب والنزور ولقد أرسلنا القرآن للذكر فهل من مدكير كذبت ثمود بالنزور فكل أبشارا منا وحيدة نبير إن عزا لفي الدلل وسور ألقي الذكر عليه من بينين بل هم كذبار أشير سيعلم عدا من الكذب الأشير إن مرسل النكات فتنة لهم فتركبهم وأستبير ونبيعهم عن المعاك كسمة بينهم كل شعب متدا فندوا سحبهم فتحتدى الفكار فكيف كان عزب والنزور إن أرسلنا عليهم السيحات نحيط فكان كمشي المنتزير ولكن يصعنا القرآن للذكر فحل من مدكير فكذبت كوم النتين بالنهزور إن أرسلنا عليهم سبان لعل لتين نجيناهم بسحير نعمة من عندنا كذلك نجي من شكر ولكن أنزلناهم بشتة فتمعوا بالنزور ولكن غوده وانديفي فتمسنا أيونهم فزكوا عزبي والنزور ولكن سباحهم بكرة غزب المستكير فزكوا عزبي والنزور ولكن أرسلنا القرآن بذكري فحول من مدكير محمد ولقد جاء ولا صلى الله عليه وسلم أيوة ولقد جرى على فرعون نزور كذبوا بيتنا كلها فكذبناهم أهيزا هزين مقتدرين كفروهم خير من غليكم أم لكم بعدتم في الزبور أم يقولون نحن جميع منتسير سيعزم الجماع ويولنا الدبور بل سعدت موحدهم وسعدت أعدها وأمار إن المجرمين في دلل وسهور يوم يصعبون في النعير على وجوههم زكم مس السكار إن كل شيء هلكناهم بكدار وما أمرون إلا وحيدة كاللمحين بالبسار ولقد أرحقنا شيخكم فهل من مدكرين وكل شيء فغله في زبور وكل سحير وكبير مستعار إن المنتكين في جنة ونهار في مكاد صدق عند ملك مقتدير أيوة.